السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل للتمرين من الوحدة 16 القسم 2 استخدام الطاقة الكهربائية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق. مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة الكاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 16 واللي أنت جهزتها كل درس بدرسه. مسألة 34 اللي هي هذه، هي 34. أعد حل المسألة السابقة اللي هي رقم 33 بافتراض أن البطارية تتطلب استخدام 14 فولت. فلخصت المسألة بنفس الطريقة: التيار التفريغ، فرق جهد التفريغ، زمن التفريغ، طاقة الشحن، وهذه طاقة التفريغ بده هو زمن الشحن، وعندك تيار الشحن ويساوي 7.5 أمبير، وفرق جهد الشحن 14 فولت. هو هذا اللي اختلف. إذا من نبدأ به مثل ما بدينا، طاقة الشحن ويساوي 1.3 ضرب طاقة التفريغ اللي هي حاصل ضرب التيار I في دلتا V، فرق الجهد في T سمول اللي هي الزمن. منعود 1.3 ضرب 33 أمبير، يعني نفس اللي حليناه بالمسألة 33، بس الزمن خليناه بالساعات. إذا صارت طاقة الشحن تساوي 858 واط في الساعة. الواط عبارة عن أمبير في فولت، A كابيتال في V كابيتال اللي هي أمبير في فولت، عبارة عن الواط. نستخدم المعادلة هذه لحساب زمن الشحن. E للشحن وتساوي I للشحن في دلتا V للشحن في T للشحن. ما كتبتهم لسهولة عشان أسهل على نفسي الكتابة، لكن ما عارفه أنه هذه المعادلة للشحن. T للشحن وتساوي لطاقة الشحن على تيار الشحن على ضرب فرق جهد الشحن. طاقة الشحن 858 واط في الساعة، تيار الشحن 7.5 أمبير، فرق جهد الشحن 14 فولت، بيطلع الجواب 8.2 ساعة. الواط هذه راحت مع الأمبير في فولت. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء ومن التشجيع.